أنا من الأشخاص اللي دائماً يسعدك على الشاشة، وفعلاً لما يقول لك متسابق أنا عندي رياليتي يا ليت ما يقوله إلا أحسن لعبة. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم الجزيرة. جاني كلام إني معك كنت كذاب، وإني محملك الشقا والأسية. انت تصرفه خلاص دعم واقف بالصرابة جاي فخار. طيب الناس جالسة تتابع شو يقولون، يقولون حسين العبان الله يعطيه العافية يبغى يدعم الراعي. المشكلة شلون؟ الراعي جاي معنا في البرنامج يا حسين، طالع في البطاقة معاك اقنعني. لا وصامل يناظر الدحام ايش فيك؟ دحام الشقا والاسي وبعدين بيطلع وجهه ميزته وش جاب مدى ما جاب فيزا عشان ما يتعب الراعي، فهمت؟ يعني الراعي الجمهور المشكلة وصل له فكرة انه الان متسابقين تحول من فلوس رصيدية الى فلوس حقيقية. لا لا هو راعي عادي طبيعي جدا من ضمن الرعاة اللي تحاسب بالفلوس الرصيدية زي ابن خيمان زي بس حسين العبان تحمس ما شاف في فلوس رصيدية فقال وشو؟ قال نكر من الرجال. بس الرجال تورط، ما كان في شبكة وقتها، ما كان في الا كاش، ما في يا حسين. الحاجة اللي حلها خشم الريال، ادعس على خشم الريال وحلها. يا الله بالله وش رايك فهد في حسين؟ يعني هذا الموقف ترى يأصل لك شيء كثير. ترى انا ارى ان حسين ايقونه للمتسابق، لن يعني ايقونه للمتسابق لن تتكرر في برامج واقع. شوف بالله كيف شوف 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 يدور البطاقة بس ترى يدور الشبكة، يطلع كذا يدور الشبكة. لا بعدين واضح في وجهه انه صادق، طالع في تفاصيل وجهه حتى يوم طالع في دحام ورجع يدور حقه مدى هذه، واضح انه صادق الرجل. انا اشوف لو استمر على كذا يا اخي، ميزه البرنامج هذا ترى فيه عده شخصيات ما هي موجوده في برامج سابقه منها حسين بن لعبان. والله لو استمر كذا تسحبها بسرعه محمد. اي والله في دحام يلقاها من مين؟ يلقاها من المتسابقين ولا من حسين؟ المشكله صامل يقول لها وش تبغى انت؟ يقول لها لاحظت المشهد لو انهم متفقين 3000 مره انه يطلع المشهد بهالصوره ما في مستحيل. انت لاحظت دحام شنو البيت اللي كان يغنيه؟ جاني كلام اني معك كنت غلطان، مراكب البيت على المشهد. هو يوم اعطاه النظره هذه وحط النظره هذه العفويه صدق يا اخي حسين لعبان عفوي بشكل مش طبيعي، لدرجه ان حسين لعبان اتوقع ان المتسابقين يقبلون الخطا منه العفويته فعلا، وغير ناس يدرون ان فيهم خبث اعلامي فما يمررون لهم الخطا. حتى حسين العبان من الناس اللي كذا حتى تغب الخطا. لو تلاحظ في مداخلات حسين العبان بكم شباب احيانا يحذف كلام لو انه غيره وقفنا، شو حسين العبان تحس انه تقبل منه. اي تقبل منه سبحان الله، انه والله قد قال هني شيء راسك تصنعوا كل شيء الا شعر القبول، ترى شعر القبول يجيك من كيف والله. مهما تصنع المتسابق انه عفوي او مقبول، اذا ما كانت فطره فيك واذا ما كانت نيتك خالصه زي حسين بن لعبان ما بتروح ابدا. لذلك ما عندي اقتراح، بما انه حسين لعبان بادر في الفلوس وكذا، شاي فخار هو الان حر. انا اقترح على الاداره الاسبوع القادم يضاف في ميزادك مع ابراهيم معيدي الله، ويصير من ضمن زي فقره زي مطعم بن خيمان وزي برضو كابينه الله بفلوس. صحيح تبغى تجي تشرب كرك بفلوس رصيديه، بيصير عليه ميزات زي ما صار على بن خيمان ميزات، ويكون عندنا ثلاث مصادر للدخل. يا سلام، ثلاث مصادر يعني ثلاثة قوة عندنا في البرنامج وعليه مدخول، يكون له يحسب عليه سعر رمز مثلا 10 ريال رصيديه ولا 5 ريال رصيديه من الاسبوع القادم. يضاف شاي فخار خلاص يصير زيه زي بن خيمان وزي الكابينه، له مكسب اللي بيجي ياخذه له مكسب، وله حق يسوق وله حق يسوي اللي فيه. ما انه بدا بالصرافه خلاص احنا نرجع لنا ان شاء الله لين تصير فلوس رصيديه. جميل. طيب اتمنى المتسابقين اللي موجودين في الهاوس او موجودين في ارجاء القريه كل المتسابقين يتواجدون في الهاوس، لان انا اقول لكم بالفم المليان ممكن